اهلا بيكو في الفيديو الاخير عن الـ Demonstrations as Instructional Methods. في الفيديوهات اللي فاتت في المحاضرة دي احنا اتكلمنا عن الـ Demonstration، واهم حاجة اتكلمنا فيها كانت الـ 3 Stage Demonstration Method، وبعدين ناقشنا شوية خصائص ومميزات وعيوب الـ Demonstration Methods. في المحاضرة دي او في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم بسرعة قوي يعني عن ازاي نعمل تقييم للاداء بتاع المتدرب في الديمونستريشن. الحقيقة ان الاسسمنت بتاع الديمونستريشن اسهل بكتير من غيره من الحاجات، وخصوصا لو كلمنا على الاكتيفيتي. ليه؟ لان الاكتيفيتي الديمونستريشن انت محدد الخطوات اللي انت هتعملها بالظبط. انت المفروض قايل للمتدرب انت هتعمل 1 2 3 4 وهتقول 1 2 3 4 والمفروض تاخد بالك من كذا وكذا وكذا. يبقى الديمونستريشن اوريدي متحدد السيناريو بتاعها مقدما. يبقى كل المطلوب منك في الحاله دي انك تعمل ايه؟ المطلوب منك ان انت وانت بتقيم ان انت بتبص على المتدرب وتبتدي تقول والله طيب احنا كنا بنتكلم في النقطه الاولانيه، هو عملها كويس، عملها نص نص، عملها وحش، طبعا مع الاخذ في الاعتبار الحاجات بتاعت السيفتي زي ما كنا دايما بنتكلم وناكد. يبقى الديمونستريشن هنا اكشولي اسهل بكتير في التقييم بتاعها، اسهل بكتير في ان انت تقول للطالب هو عمل ايه غلط او ما عملش ايه غلط، على عكس الاكتيفيتي اللي هي الطالب المفروض بيبدع فيها. وفي الابداع صعب انك تقول لحد انت عملت حاجه غلط، لانه بطبيعه الحال ابداع. لكن الديمونستريشن المفروض ان المتدرب بيعمل بينفذ سيناريو، بينفذ خطوات محدده، بيمشي على تشيك ليست. يبقى بالتالي لو عمل حيود عن التشيك ليست ده او عمل حيود عن السيناريو اللي انت حاططه له، يبقى المفروض ان انت تقدر بسرعه تنبهه اولا، ثانيا تقدر تشوف والله هو عمل الحاجه دي كويس ولا ما عملهاش كويس. برضو اخر حاجه نحب نقولها في الاسسمنت بتاع الديمونستريشنز هو ان انت برضو لو عملت روبريك ده هيساعدك كتير في ان انت تقيم، ويساعدك ان انت ممكن تستغل مجموعة من الاسيستنس او الزملاء في ان هم يعملوا عملية التقييم معك. يمكن احنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن الروبريك واتكلمنا عن ازاي نعملها، تاني احنا اتكلمنا عليها بسرعة ما اتكلمناش عليها بتفاصيل، يعني لان موضوع الروبريك ما هواش موضوع يعني مش مهواش، وانما هو موضوع متشعب وفي حاجات كتير ممكن ناخد بالنا منها. لكن حتى لو ما تعلمناش حاجه تاني عن الروبريكس، على الاقل نقدر نعمل مقياس والله الطالب لما يبقى هنا يبقى احسن حاجه وهنا اوحش حاجه، وفي النص نقدر نرتب مستوى او اتنين او تلاته تانيين من العيوب اللي ممكن المتدرب يعدي. يبقى احنا كده في المحاضرة بتاعتنا دي اتكلمنا عن الديمونستريشنز كانستركشنال ميثودز، اتكلمنا عن ان هي شو اند تيل، فهي في الاصل عملية انت بتوضح بيها للناس ايه اللي بيتعمل وانت بتتكلم، وبالتالي بتنفذ وبتتكلم مش بس محاضرة مش بس بتتكلم. اتكلمنا على 3 ستيج demonstration method، ان انت تقول لهم هتعمل ايه وتعمله وانت بتقول، انك تعيد demonstration او ان انت تخلي الطالب يقول لك ايه اللي تعمله، يبقى هو اللي بيتكلم وانت اللي بتنفذ او هو اللي بينفذ وانت اللي بتتكلم. واخيرا المرحله الثالثه في الديمونستريشن هي ان المتدرب او الطالب ينفذ ويقول. اتكلمنا عن بعض خصائص الديمونستريشن وميزاتها وعيوبها، واخيرا في الفيديو ده اتكلمنا عن هاو تو اسس البرفورمانس بتاع الطالب في الديمونستريشن. ارجو ان المحاضره دي تكون مفيده في الكورس بتاعنا تريننج اوف ترينرز. احنا لسه عندنا مجموعه محاضرات تانية كتير، ارجو ان احنا نحاول نعمل
activities حوالين الديمونستريشن. نتخيل ديمونستريشن عايزين نعمله وايه اللي محتاجينه وايه وازاي ننفذه ونعمل السيناريو بتاعه ونعمل له ريهرسل ان امكن. المهم ان احنا نمارس عملية الديمونستريشن دي، وخصوصا لو التدريب بتاعنا الحاجة اللي احنا بندرب الناس بيها او بنعلمها للناس فيها جوانب عملية كتير. شكرا لانتباهكم وشكرا لمتابعتكم المحاضرة، واشوفكم ان شاء الله في المحاضرة الجاية.